السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه واقتفى أثره واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أحينا بالقرآن وأمتنا على القرآن، واجعله لنا شفاء وحجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. أحبابنا الكرام، نكمل يعني في محاضرتنا دورة تأهيل السند. سنتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل عن يعني شيء مما تكلمنا به في المحاضرة السابقة، نراجع قليلا مما أخذناه ونكمل في الدرس القادم. وفي نهاية المحاضرة سيكون هناك إن شاء الله عز وجل قراءة للإخوة إن شاء الله. طيب يا أحباب، تكلمنا عن المخارج وقلنا المخرج هو محل خروج الحرف الذي ينقطع عنده الصوت فيتميز عن غيره من الحروف. وقلنا يا أحباب، هناك مخرج محقق ومخرج مقدر، والمخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلقي أو اللسان أو الشفتين، والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء كمخرج يعني حروف الجوف الثلاثة ومخرج الغنة. طبعا أقسام الحروف يا أحباب قلنا هي حروف أصلية وحروف فرعية. الحروف الأصلية هي حروف الهجاء، وزاد عليها بعض العلماء الواو والياء المديتان. والحروف الفرعية هي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين أو صفتين، وهي سبعة حروف. أولا الهمزة المسهلة، أعجمي، أنت، أينك، أو نبئكم، تمام؟ الألف الممالة هي التي تتردد بين ألف والياء. وقلنا يا أحباب في بين القراء هناك أناس يقرؤون بالفتح، وهناك أناس يقرؤون بالإمالة الصغرى، وهناك أناس يقرؤون بالإمالة الكبرى. طبعا يا أحباب، الذي يعني طيب أحبابنا الكرام، يعني قبل أن نكمل، بالنسبة الذي ليس عنده صوت يرجى تفعيل الصوت من عن طريق الضغط، أعلم لكنه لم يفعل المايك، عن طريق الضغط على إشارة السماعة أسفل ويضغط جوين أوديو، تمام. طيب نكتب مرة أخرى، لا بأس إن شاء الله. طيب أحبابنا الكرام، يعني يرجى تفعيل الصوت عن طريق الضغط على إشارة السماعة أسفل ويضغط على جوين أوديو. طيب يا أحباب، نكمل إن شاء الله. الآن يا أحباب، قلنا الألف الممالة هناك أناس يقرؤون بالفتح، وهناك أناس يقرؤون بالإمالة الكبرى، وهناك أناس يقرؤون بالإمالة الصغرى. الآن يا أحباب، مثلا بالفتح كيف يقرأ القراء بالفتح يا أحباب في كلمة هواء؟ من يعرف يرفع يده؟ من يعرف؟ طيب أستاذ ماجد، السلام عليكم، كيف يقرأ الناس بالفتح في؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، نعم شيخنا أسمعك، كيف يقرأ القراء بالفتح، فتح الألف؟ هوا هوا هوا. طيب كيف يقرأ القراء بالإمالة الكبرى؟ من يعرف يرفع يده؟ عمر هاني محمد، عمر هاني محمد،
كيف يقرأ القراء بالإمالة الكبرى؟ السلام عليكم. نعم شيخنا. هوي. هوي. تمام هوي. تمام. وهي تتردد بين ألف والياء. طبعا يا أحباب هناك إمالة صغرى. تمام. يعني يقرأ القراء هوى هوى و و هكذا. تمام. هذه بالنسبة لألف الممالة. طيب الصاد المشمة صوت الزاي، طبعا حمزة يقرأ الزراطة بدل الصراطة. اللام المفخمة في لفظ جلالة الله، وورش يفخم اللام أيضا يقول ظلا لا لا. تمام. أما حفص فيقول ظلمة. تمام. لأن الألف المفخمة قلنا إذا سبقت بحرف مفخم فإنها تفخم، وإذا سبقت بألف بحرف مرقق فإنها مرققة كصالحين وسائلين. النون المخفاة قلنا يا أحباب يعني الغنة يجب أن تكون قريبة من مخرج حرف الإخفاء، كقولنا مثلا من سأل أو من ضل أو من قبل من كان، تكون يعني صوت الغنة قريب جدا من يعني مخرج حرف الإخفاء. تمام يا أحباب، هذا ما شرحناه في المحاضرة السابقة. هل أحد عنده سؤال في هذا؟ لا أحد إن شاء الله. الأمور واضحة. الأمور واضحة يا أحباب. طيب يا أحباب نكمل بإذن الله عز وجل في درسنا. الحركات يا أحباب قسمان، حركات أصلية وهي التي نعرفها فتحة وضمة وكسرة. تمام. وحركات فرعية وهي الحركة الممالة والحركة المشمة. الحركة الممالة وهي أن نأتي بالفتحة نحو الكسرة، فلا هي فتحة خالصة ولا كسرة خالصة، كقولنا في عند حفص مج ري ريها مج ريها، لم نقل مج را را ولا نقول ولم نقل مج ري ري، قلنا مج ري ري ري. تمام. قلنا مج ريها، هذه حركة الممالة. الحركة المشمة يا أحباب وهي الكسرة المشمة صوت الضمة في نحو طيلة طيلة طيلة. هذه يعني يا أحباب سأفتح الكاميرا، عندنا كلمة طيلة. تمام. بعض القراء كهشام والكسائي ماذا يفعلون؟ يعني يشمون الكسرة بالضمة، يعني ماذا يفعلون؟ يضمون الشفتين عند يعني تلاوتهم لكلمة طيلة وغيظة، يقولون طيلة 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 طيلة. تمام. نجد يعني رائحة الضمة فيها وغيظة غيظة غيظة. تمام يا أحباب، هذا في قراءة هشام والكسائي. يعني يا أحباب الحركات الأصلية فتح وضمة وكسرة، الحركة الفرعية منها حركة ممالة كمجريها وحركة مشمة كقيلة. تمام. المخارج، المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج عامة ومخارج خاصة. الآن يا أحباب طبعا يعني في الذي تحدثنا به هذا يعني له علاقة بجميع القراء، ما يلزمنا في حفص يعني أنت يجب أن تكون يعني على علم وعلى دراية بهذا العلم. تمام. لكن يعني ما يلزمنا في هذا لا يلزمنا كثيرا في حفص. تمام يا أحباب، ما يلزمنا أنون المخفى كيعني أن يعني نزين من صوت الإخفاء بقربه من مخرج الحرف، والألف المفخمة هذا يعني اللام مفخمة لفظ جلالة نقولها، لكن لام ورش لا نقول، نحن نقرأ بحفص. تمام. نحن لا نشم الواو، نحن لا نشم الزاي. تمام. نحن لا نمير الألف، لكن هذا يعني له علاقة بالقراء جميعا. تمام يا أحباب، نتكلم عن المخارج. المخارج يا أحباب، المخارج هناك مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة عدها خمسة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. طيب الآن هذا يا أحباب سميناه يعني سميناها مخارج عامة لأنها الأعضاء الرئيسية التي ترجع إليها المخارج كلها. طبعا يشتمل الواحد فيها يعني ممكن هذا المخرج الرئيسي يشتمل على أكثر من مخرج فرعي، وممكن يشتمل على مخرج واحد فرعي. تمام يا أحباب، عندنا خمسة رئيسية:
كل مخرج رئيسي أقل شيء بده يكون فيه مخرج واحد فرعي، ممكن أن يجتمع لأكثر من مخرج فرعي. تمام؟ المخارج الخاصة أي الفرعية والتي تحدد مكان خروج الحرف بدقة. تمام؟ وهذا المخرج لازم يكون في هذه الخمسة، ما بيجي مخرج فرعي من السماء، لازم يكون يندرج تحتها هذه الخمس مخارج الرئيسية. تمام يا أحباب؟ طبعا المخرج الخاص الفرعي ممكن أن يخرج منه أكثر من حرف. مرة أخرى عندنا خمس مخارج أصلية، خمس مخارج رئيسية، خمس مخارج عامة، جوف وحلق ولسان وشفتان وخيشوم. تمام؟ الآن في المخرج الواحد من هذه المخارج ممكن أن يكون فيه أكثر من مخرج فرعي، أكثر من مخرج خاص. طيب المخرج الخاص يعني مش الخمسة، المخرج الخاص ممكن أن يكون بداخله أكثر من حرف. تمام يا أحباب؟ واضح للآن يعني؟ طيب عندنا يا أحباب نعم تفضل شيخنا. تمام شيخ. تمام إن شاء الله. طيب الآن يا أحباب عندنا اختلف علماء القراءات واللغة في عدد المخارج، ويعني كانوا على عدة آراء. الذي سنأخذه هو رأي ابن الجزري. تمام؟ وهو أن المخارج خمسة، الرئيسية خمسة والخاصة 17 مخرجا موزعة كالتالي: الجوف ويشمل مخرجا واحدا، الحلق ويشتمل على 3 مخارج، اللسان ويشتمل على 10 مخارج، الشفتان ويشتمل على مخرجين، الخيشوم ويشتمل على مخرج واحد. تمام يا أحباب؟ هذا ما سنأخذه من هذه الصفحة، يعني اعتمدنا مذهب ابن الجزري أو رأي ابن الجزري، وهو أن المخارج الرئيسية 5 والفرعية 17. تمام يا أحباب؟ طيب الآن طريقة معرفة مخرج أي حرف. الآن بدنا نعرف الحرف هذا من أين يخرج، من أين يخرج. كيف نعرف يا أحباب؟ نعرف الحرف من أي مكان يخرج بأن نأتي قبله بهمزة وصل. تمام؟ وأن نسكن هذا الحرف. يعني مثلا حرف الباء، كيف نعرف مخرج حرف الباء؟ نقول إب إب، عندما ينقطع الصوت هذا هو مخرج الحرف. كيف نعرف مخرج التاء؟ نقول إت إت، عندما ينقطع الصوت هذا مخرج التاء. تمام؟ نقول مثلا إه إخ. تمام؟ يعني في كل الحروف نفعل هكذا. طيب الآن اعتمدنا قلنا رأي ابن الجزري المخرج الأول ألا وهو الجوف. الجوف ماذا نعرف عن الجوف؟ ما هو الجوف يا أحباب؟ الذي يعرف يرفع يده، الذي يعرف ما هو الجوف يرفع يده. أستاذ إبراهيم. نعم شيخ. نعم تفضل أستاذ إبراهيم. نعم شيخ. نعم شيخي. طيب وراء الهاء تخرج من الجوف، من الصدر. الجوف ما هو، ما هو الجوف، ما هو الجوف؟ احنا بنسمع الجوف، ما هو الجوف؟ الجوف هو الخلاء. طيب الخلاء. طب يعني إبراهيم حسين، إبراهيم حسين نعم، ما هو الجوف؟ الجوف هو خروج الحرف مثل حرف الهاء، خروجه من داخل الصدر. طيب أستاذ إبراهيم الذي رفع يده، أستاذ إبراهيم الذي رفع يده، ما هو الجوف؟ نعم يا شيخ، الجوف هو الخلاء، يعني المكان الفارغ. يعني المكان الفارغ أين؟ داخل الفم يعني. يعني أستاذ إبراهيم حسين لو سمحت، لو سمحت. نعم لو سمحت أستاذ إبراهيم حسين، يعني أستاذ إبراهيم يجيب. نعم شيخي، مثل حرف الهاء داخل الصدر. أستاذ إبراهيم حسين، يعني أستاذ إبراهيم الذي رفع يده يجيب الآن، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب تفضل شيخنا. نعم قلت الجوف يعني هي المكان الفارغ. مكان الفارغ أين؟ أين فارغ أين؟ نعم
المكان الفارغ بين الفم والحلق، هذا هو الجوف. تمام يا احباب؟ نعم. الخلاء الواقع بين الفم، بين الفم والحلق، هذا هو الجوف. تمام. وتخرج منه حروف المد الثلاثة. طيب من يعرف ما هي حروف المد الثلاثة؟ نعم شيخ. يا شيخ انا ارفع يدك، ارفع يدك. استاذ ماجد العاص، السلام عليكم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ. طيب يعني يا احباب، يا احباب سألغي يعني خاصية تفعيل الصوت من عندكم، والذي انادي عليه ويعني اسمح له بالتكلم يعني اضغط عليه انا، جزاكم الله خير. طيب استاذ ماجد العاص، السلام عليكم. استاذ ماجد العاص، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا، ما هو ما هي حروف المد الثلاثة؟ الألف والواو والياء. طبعا طيب الألف المسبوقة الألف الألف المسبوقة بحرف مفتوح، والواو المسبوقة بحرف مضموم، والياء المسبوقة بحرف مكسور. أيوة لازم هذه، يعني نقول الألف والواو والياء بشروطهما أو بشروطها. تمام، يعني ألف مسبوقة بفتح، وواو مسبوقة بضم، وياء مسبوقة بكسر. تمام، نحو قوله قال، يقول، قيل. تمام، ومجموعة في قولنا نوحيها. تمام، نوحيها، واو مسبوقة بنون مضمومة، وياء مسبوقة بحاء مكسورة، وألف مسبوقة بهاء مفتوحة. تمام يا أحباب. طيب تسمى الحروف الجوفية، لماذا؟ لخروجها من الجوف. وتسمى حروف المد، تمام، لامتداد الصوت يعني عند قراءتها. طيب سمعنا أيضا من أسماء حروف المد حروف العلة، لماذا تسمى بحروف العلة؟ من يعرف يرفع يده. أستاذ عبد القادر، السلام عليكم. نعم شيخنا، لماذا تسمى بحروف العلة؟ شيخنا لم أسمع شيئا. باللغة العربية التي لماذا تسمى بحروف العلة؟ يعني علم فقط على هكذا. طيب تسمى بحروف العلة، تسمى بحروف العلة لأنها يتأوه بها العليل عند مرضه، يعني عندما يمرض الإنسان يقول تمام، فلتأوه العليل المريض إذا اشتكى ألما سميت بحروف العلة. تمام يا أحباب. طيب الآن يا أحباب، المخرج الثاني هو الحلق. المخرج الأول قلنا مخرج رئيسي فيه مخرج واحد فرعي لثلاث حروف، حروف المد الثلاثة. تمام، في أحد عنده سؤال في مخرج الجوف؟ في أحد عنده سؤال في مخرج الجوف يرفع يده. طيب يا أحباب، المخرج الثاني هو مخرج الحلق. أين الحلق؟ ها هو الحلق، ها هو الحلق. المخرج الرئيسي ألا وهو الحلق فيه ثلاث مخارج فرعية، ألا وهو أقصى الحلق، ووسط الحلق، وأدنى الحلق. أقصى، وسط، أدنى. أقصى يعني أبعد من الفم. تمام، أقصى يعني أبعد من الفم، نقول أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. طيب أقصى الحلق يا أحباب يخرج منه الهمزة والهاء، يعني ضع يدك هنا وقل إيه، تجد المنطقة تهتز، هذا هو مخرج حرف الهاء. الهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق. طيب وسط الحلق العين والحاء، إع وإح. تمام، الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق. يعني يا أحباب مرة ثانية، خمس مخارج رئيسية،
الجوف فيه مخرج واحد فرعي وهو لثلاث حروف، ألا وهي حروف المد الثلاثة ألف وياء، طبعا من شروطها. الآن بعد ذلك المخرج الثاني هو مخرج الحلق، وهو يحتوي على ثلاث مخارج فرعية: أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. أقصى الحلق همزة فهاء، أدنى الحلق عين، وسط الحلق عين حاء، وأدنى الحلق غين ثم خاء. تمام يا أحباب؟ الآن يا أحباب نسمي، يعني عندما أخذنا أحكام النون الساكنة قلنا الإظهار الحلقي. لماذا قلنا الإظهار الحلقي؟ لأن حروفه تخرج من الحلق، وها هي حروف يعني الإظهار: همزة وهاء، عين حاء، غين خاء. أخي هاك علما حازه غير خاسر. تمام يا أحباب؟ طيب، هل أحد عنده سؤال في الحلق؟ طيب، اللسان نتركه يعني إلى آخر شيء. الآن يا أحباب بعد ذلك عندنا مخرج يعني الشفتان. الشفتان، تمام؟ الشفتان يا أحباب الرابع تشتمل على مخرجين فرعيين، ألا وهما الشفتان، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. تمام يا أحباب؟ والشفتان معا، واحد اثنان. تمام يا أحباب؟ بطن الشفة السفلى، ها هي بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. أين الثنايا يا أحباب؟ الآن يا أحباب يعني لأبين لكم أيضا قليلا فقط، لأبين لكم مع يعني عن ماذا نتحدث. الآن عندنا صورة للأسنان هنا، صورة للأسنان، ها هي سأقرب عليها. الآن يا أحباب هذه الأسنان هذه تسمى ثنايا. تمام يا أحباب؟ تسمى ثنايا، وهذه الرباعيات بعدها. تمام؟ وبعدها الأنياب، يعني اثنان ثنايا رباعيات، واحد هنا وواحد هنا، بعدها الأنياب، واحد هنا وواحد هنا. تمام؟ بعدها الضواحك، واحد هنا وواحد هنا، وبعد ذلك الأضراس. تمام يا أحباب؟ آخر واحد اسمه النواجذ. النواجذ، مرة أخرى يا أحباب: الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، الأضراس، النواجذ. تمام؟ طيب، الآن نرجع إلى يعني ما تكلمنا عنه. كنا نتكلم عن الشفتان، قلنا عن الشفتين، قلنا يا أحباب مخرج الشفتين فيه مخرجان فرعيان، ألا وهو بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا. قلنا الثنايا ها هي أطراف الثنايا، يعني من الخارج. طيب، نضع هذه على هذه، إف إف إف. تمام؟ وهو مخرج حرف الفاء. طيب، المخرج الفرعي الثاني ألا وهو الشفتان معا، يعني إذا وضعنا هذه الشفة السفلى على الشفة العليا يخرج منه بعض الحروف، منها الباء. تمام؟ نقول إب إب إب. ومنها الميم، نقول إم إم إم. تمام؟ وأيضا يا أحباب يعني انطباق الباء أشد انطباقا من الميم، نقول إب وإم، انطباق الباء أشد انطباقا من الميم. أيضا يخرج منها الواو غير المدية، لأن الواو المدية يخرج من أين؟ من يعرف يرفع يده؟ من يعرف يرفع يده؟ أستاذ خليل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. نعم شيخنا، الواو المدية من أين يخرج؟ من الجوف. من الجوف. طب الواو غير المدية؟ من الشفتين. من الشفتين، من طبعا يعني الشفتين معا. تمام يا أحباب؟ طيب، الآن يا أحباب المراد بالواو غير المادية أي المتحركة بالفتح. تمام؟ ذر و و و و. تمام؟ أو بالكسر. تمام يا أحباب؟ أو بالكسر أو بالضم.
أو الساكنة المفتوح ما قبلها ككلمة خوف، يعني الواو اللينية يقصد، ليس الواو المادية، الواو اللينية. تمام؟ أما الساكنة المضمومة قبلها فهي واو مادية، يعني يا أحباب الواو المتحركة والواو اللينية من أين يخرجان؟ الذي يعرف يرفع يده. أستاذ ماجد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يخرجان من الشفتين. من الشفتين طبعا. تمام؟ طيب الواو المادية من أين تخرج أستاذ ماجد؟ من الجوف. من الجوف. تمام يا أحباب، واضح الآن؟ تكلمنا عن مخرجي الشفتين. الآن آخر مخرج، مخرج الخيشوم، وهو أقصى الأنف من الداخل. تمام؟ ويشتمل على مخرج واحد لصفة وليس لحرف، وهي صفة الغنة طبعا المركبة في حرفي النون والميم فقط، وهما حرفا الغنة. هذه الغنة يا أحباب، يعني لو لاحظنا عندما نقول من يعمل وأغلقنا يعني الخيشوم وأغلقنا الأنف، فإنه ينقطع الصوت. أو لو قلنا مثلا إن ووضعنا أنف وضعنا يدنا على الأنف، طبعا يتغير الصوت لأن الغنة تخرج من الخيشوم. تمام يا أحباب، الآن بقي علينا مخرج اللسان. طبعا مخرج اللسان يا أحباب فيه 10 مخارج فرعية. تمام؟ 10 مخارج فرعية. طيب اللسان، اللسان يا أحباب، أقسام اللسان له 4 أقسام. تكلمنا عن أقسام الأسنان وبيناها. الآن أقسام اللسان. أولا طرف اللسان، طرف اللسان. تمام يا أحباب. ثانيا ظهر اللسان، هو طرف اللسان. تمام؟ ظهر اللسان. تمام؟ وهو سطحه الأعلى الذي يلي الحنك الأعلى، يعني هنا. تمام؟ الحنك وهو يعني السطح العلوي، تمام، أو السفلي، يعني باطن الفك من الداخل من أعلى ومن أسفل. تمام يا أحباب؟ وهو هذا الحنك الأعلى والحنك الأسفل. تمام؟ طبعا يعني طرف هنا وظهر، تمام، والحنك طبعا الذي فوق. الآن يا أحباب نقرب الصورة قليلا قليلاً فقط يا أحباب. الآن عندنا أقصى اللسان، اللسان من يعني من الآخر، وسط اللسان، تمام، حافة اللسان من الجوانب، يعني اعتبر اللسان هذا هو حافة اللسان من الجوانب. تمام يا أحباب. رأس اللسان من هنا، هذا رأس اللسان. طرف اللسان يعني الجزء الأول من اللسان. تمام يا أحباب. منتهى الحافة يعني من هذه المنطقة، أدنى الحافة من هذه المنطقة. تمام يا أحباب. طيب الآن يا أحباب صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله. طيب الآن يا أحباب اللسان يعني نسير فيه شيئا فشيئا. قلنا 10 مخارج. المخرج الأول وهو مخرج يعني نبدأ من آخر اللسان، نعتبر هذا هو اللسان ونبدأ من الآخر، تمام، من الأقصى لكي نحفظها معا. نقول يا أحباب أقصى اللسان من فوق طبعا، مما يلي الحلق، يعني قريب من الحلق، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه حرف القاف، يعني نقول إق 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 إق، القاف يخرج من أقصى اللسان. طيب المخرج الذي بعده، أقصى اللسان من فوق أسفل مخرج القاف، تمام، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ألا وهو مخرج الكاف، إق إك إق إك إق إك. تمام يا أحباب، إق إك. طيب المخرج الثالث الفرعي من
اللسان، ألا وهو وسط اللسان، يعني كنا في أقصى قاف تحت القاف كاف، الآن في الوسط. الوسط يا أحباب فيه ثلاث حروف، الجيم والشين والياء غير المادية، لأن الياء المادية تخرج من أين؟ من يعرف يرفع يده؟ الياء المادية تخرج من أين؟ أستاذ إبراهيم حسين، السلام عليكم. نعم، الياء المادية تخرج من أين؟ من الجوف، تمام، جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. جزاك. طيب يا أحباب، الآن يا أحباب، قلنا حروف وسط اللسان مع الحنك الأعلى هي حروف جيش، الجيم والياء والشين. بالترتيب الجيم فالشين فالياء غير المادية طبعاً، تمام؟ وهي المتحركة بالفتح نحو كلمة يعملون، تمام؟ وكلمة يؤمنون أو كلمة هين، تمام؟ إذا كانت يعني بالكسرة، تمام يا أحباب؟ أو ساكن ما قبلها مفتوح يعني ككلمة خير. طيب يا أحباب ركز معي الآن، سأسأل سؤالاً الآن يا أحباب، الياء اللينية من أين تخرج؟ الذي يعرف يرفع يده. محمد محي الدين، السلام عليكم. محمد محي الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. الياء اللينية من أين تخرج؟ للشفتين. ركز، الياء اللينية المفتوح ما قبلها. نعم، من أين تخرج؟ من الشفتين. متأكد؟ متأكد من الجوف الماء الياء المادية. أنا بقول الواو اللينية من الشفتين. و طب الياء؟ نعم، الواو المادية من الجوف. ممتاز، اللينية. ممتاز، الواو المادية من الجوف والواو اللينية من الشفتين. طب الياء اللينية؟ الياء مش الواو. الياء من وسط من وسط اللسان، تمام، من وسط اللسان، صحيح، مثل الياء حركة، تمام يا أحباب؟ تمام إن شاء الله. طيب مع ارتفاع. طيب أستاذ علاء أبو جمال، السلام عليكم. أستاذ علاء أبو جمال، السلام عليكم. أستاذ علاء، السلام عليكم. أستاذ علاء، السلام عليكم. مش راضي يفتح. طيب الآن أستاذ علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا وشيخنا، برضه عنك. أنا الشيخ والله راضي، يبارك فيك. الآن يا شيخ من عندي مش راضي يفعل. ما هو يعني عشان طيب، الله المستعان. الآن يا أحباب، اللهم صل على محمد. عندنا تكلمنا عن الياء اللينية تخرج من وسط اللسان، والواو اللينية تخرج من الشفتين. الياء المادية والواو المادية تخرج من أين يا أستاذ علاء؟ من الجوف. من الجوف، تمام، مادية من الجوف. ممتاز. الآن المخرج الرابع من اللسان مخرج حرف الضاد، من أين يخرج حرف الضاد؟ الآن هاي اللسان أمامنا، من أين يخرج حرف الضاد؟ الآن يا أحباب، حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان، اليمنى أو اليسرى، تمام، ويمكن خروجهما من الحافتين معا، يعني مع ما يلي كل حافة من الأضراس، يعني هو مخرج حرف الضاد من الأضراس، احفظ الضاد من الأضراس، تمام. طيب، وطبعا يا أحباب خروجها من اليمنى أصعب، يعني من هنا أصعب، من اليسرى يعني أسهل وأكثر استعمالا. والضاد يا أحباب لا يوجد إلا في اللغة العربية، لذلك تسمى بلغة الضاد.
وأمهر من نطق بالضاد هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. تمام يا أحباب؟ طيب الآن يا أحباب ماذا نفعل لكي نأتي بحرف الضاد؟ طبعا يا أحباب يعني الحافة اليسرى، طبعا سنستعمل اليسرى، الحافة اليسرى يجب أن نلصقها التصاقا محكما بالأضراس، طواحين زي بنحكي إحنا بالعامية، تمام؟ يجب أن نلصقها التصاقا محكما بالأضراس، طبعا الأضراس العليا، تمام؟ فنقول إض إض إض. الآن يا أحباب عندما نلصقها بالأضراس يحدث انضغاط الريح في المخرج، تمام؟ وطبعا يعني يقل هذا الانضغاط شيئا فشيئا حتى ينقطع عند التصاق الحافة بآخر الأضراس، تمام يا أحباب؟ طيب الآن في عندنا في مخرج حرف الضاد، عند الضاد في عندنا استطالة. ما معنى استطالة؟ هذا في الصفات سنأخذها، تكلمنا عنها في التأهيلية، يعني نشرحها بشكل يعني مفصل أكثر في الصفات. الآن يا أحباب الاستطالة وهي أن ماذا نفعل؟ ألا نقلقل صوت الضاد، تمام يا أحباب، ونسير زمن قصير أقل من حركتين في حرف الضاد. يعني نقول عند السكون نقول الأرض الأرض الأرض، ما قلنا الأرض الض، ما يعني ما بنخرج الهواء كما يقول، يعني نبلع الهواء، تمام؟ نقول الأرض 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 هكذا، تمام يا أحباب؟ طيب في مخرج حرف الضاد يا أحباب لأنه صعب، الآن بعض الناس يخرجون اللسان خارجا، تمام؟ إذا أخرجنا طرف اللسان خارجا يخرج معنا حرف الظاء، وهذا خطأ، تمام؟ يجب أن نقول مثلا ولا الضاء ولا الضاء ولا الضاء، تمام يا أحباب؟ الأرض الضالين هكذا، تمام يا أحباب؟ هذا مخرج حرف الضاد. طيب المخرج الذي بعده يا أحباب هو مخرج طبعا حرف اللام. من أين يخرج حرف اللام؟ من يعرف يرفع يده، من يعرف من أين يخرج حرف اللام يرفع يده. أستاذ أبو عمار السلام عليكم. أستاذ أبو عمار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا تفضل. من حافة اللسان إلى منتهى، تمام؟ مع ماذا؟ أدنى حافة اللسان مع الأضراس العليا إلى، لا 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 أنا أقصد اللام 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 اللام، من أين أخرج؟ من حافة اللسان. مع ماذا؟ حافة اللسان أين نضعها؟ نعم، أين نضع حافة اللسان؟ يعني هذا هو حافة اللسان، أين نضعها؟ مع نهاية الأضراس، يعني مع، لا الأضراس حرف الضاد، نحفظ الأضراس حرف الضاد، أنا أقول حرف اللام اللام، يعني كيف نعرف؟ نقول إل إل إل، أين وضعنا أين وضعنا حافة اللسان؟ مع الثنايا العليا، وضعناها على لثة الأسنان العليا، يعني لثة الثنايا، أين لثة الثنايا؟ هنا، تمام؟ نقول إل إل هكذا يا أحباب، إل إل إل، تمام؟ هذا هو مخرج حرف اللام، تمام يا أحباب؟ طيب الآن يا أحباب قلنا نقرأ ما هو موجود ما بين أدنى حافتي اللسان معا وما يحاذيهما من لثة الأسنان العليا كما قلنا، أي لثة الضاحكين والنابين الرباعيتين والثنيتين، تمام؟ يعني هذه اللثة، تمام؟ وهو مخرج اللام، ويمكن خروجها من إحدى حافتي اللسان وخروجها من أدنى الحافة اليمنى أيسر وأكثر استعمالا، يقول إل إل من الحافة اليمنى
أيسر وأكثر استعمالاً. تمام يا أحباب؟ وطبعاً لأننا يعني نتكلم اللغة العربية فهي تخرج معنا بالطليقة بالطبيعة السليمة إن شاء الله. تمام يا أحباب؟ طيب يا أحباب، الآن بعد ذلك عندنا طرف اللسان، وصلنا إلى الطرف، مع ما يحاذيه من لثة الأسنان، لثة الثنايا طبعاً، ثنايا عليا، تمام؟ طرف مع لثة الثنايا، تحت مخرج اللام هناك مخرج النون، يعني قلنا إحدى حرفتي اللسان، أدنى إحدى حرفتي اللسان، مع لثة الثنايا عليا حرف اللام، مع اللثة، تمام؟ طيب، انزل، طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا هو مخرج حرف النون، طيب، انزل، طرف اللسان وظهره مع لثة الثنايا العليا تحت مخرج النون حرف الراء، نقول ال ان ار، ال ان ار، ال ان ار، ال ان ار، تمام يا احباب؟ طيب هذه المخارج. الان بقي عندنا المخرج الثامن والتاسع والعاشر. عندنا يا احباب ظهر طرف اللسان، تمام، او الطرف مع ما يليه من أصول الثنايا. الآن ركز معي، أين الثنايا؟ قلنا ها هي الثنايا الأسنان، تمام. طيب هناك أطراف للثنايا، يعني من الخارج الطرف من الخارج، وهناك أصول للثنايا يعني من الداخل، من هنا يعني أصل السن من الداخل، تمام يا أحباب. وهناك يعني المخرج الثالث بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، هذا هي. أولاً ظهر طرف اللسان مع أصول الثنايا ثلاث حروف تخرج، التاء والدال والطاء، نقول إت وإد وإط، تمام؟ ضع اللسان عليها، نقول إت وإد وإط. أين يذهب طرف اللسان؟ يذهب إلى أصول الثنايا، يذهب إلى أصل السن من الداخل، تمام يا أحباب؟ وهذه تخرج يعني كما قلنا يا أحباب، التاء كما قلنا ها هي هنا، طرف اللسان يعني يضرب أو يعني يلمس أصل السن من الداخل، أصل الثنايا من الداخل، تمام؟ المخرج التاسع ألا هو طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، يعني ها هي الثنايا العليا وهي الثنايا السفلى، أغلقها على بعضها، أغلق الأسنان على بعضها، أغلقناها، تمام؟ ضع اللسان بينها، ماذا يخرج؟ يخرج ثلاث حروف، السين والزاي والصاد، نقول إس وإص وإز. أين مخرج السين؟ مخرج السين يا أحباب طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلى، تمام؟ نغلق الأسنان، هي الثنايا العليا هي الثنايا السفلى، نضع اللسان بينها عند إغلاق الأسنان، نقول إس إص إز، تمام يا أحباب؟ هذا المخرج التاسع. المخرج العاشر والأخير وهو ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إيش أطراف الثنايا العليا؟ يعني من الخارج، نضع اللسان على الأسنان من الخارج، ماذا يخرج؟ يخرج فاء وذال وظاء، ف ذال ظاء، تمام يا احباب؟ ف و ذال و ظاء، نقول اف و اذ و اظ، اف اذ اظ، تمام يا احباب؟ طيب الان ما بدنا، هيك انتهينا من مخارج الحروف. الان نعمل مراجعه سريعه، لن أراجع أنا بل سأسأل، تمام؟ طيب أرجو من الجميع أن يرفع يده يا أحباب، أرجو من الجميع أن يرفع يده. سأسأل بالدور إن شاء الله، أرجو من الجميع أن يرفع يده. إخواننا الذين لم يرفعوا أيديهم، أستاذ خليل، أستاذ حسن علي، أستاذ عبد القادر، مراد الملح، عبد الله عدوان، أرجو من الجميع أن يرفع يده. أستاذ عبد الرحمن المصري. طيب يا أحباب نبدأ.
أستاذ محمد محي الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا سأكتب الحرف الآن وأنت ستقول لي من أين يخرج، تمام؟ حسنا. طيب الآن سأفتح يعني مستندا نصيا. طيب يا أحبابنا، بسم الله. طيب يا أحباب، محمد محي الدين هذا الحرف من أين يخرج؟ ماذا طاء؟ هذا الحرف طاء؟ نعم طاء. طيب طاء مع من الآن كيف مع الأول قبل أن تقول كيف نعرف مخرج الحرف؟ همزة وصل قبله ونسكن الحرف يعني هكذا. طيب يلا من طرف اللسان مع أطراف مع منابت الثنايا العليا. ما ليس اسمه منابت، ما نقول، ما اسمها؟ لثة. أصول الثنايا العليا. أصول الثنايا العليا، تمام، ممتاز جدا. طيب تمام، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. أستاذ علاء أبو جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحرف من أين يخرج؟ حرف النون من طرف اللسان مع أنا أدم الحرف الراء. يعني مرة أخرى. مع مرة أخرى. مرة أخرى. طرف اللسان مع الحديد من لثة الأسنان العليا. ممتاز. تحت مخرج تحت إيش؟ مخرج اللام. اللام. تمام. بارك الله فيك. اللام وبعد الراء. تمام. ال إن إر. تمام. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. طيب. أستاذ سيد إبراهيم حسين. السلام عليكم. أستاذ سيد إبراهيم حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من أين يخرج؟ الياء المفتوحة. من وسط اللسان. ممتاز جدا، بارك الله فيك. وبيك. طيب أستاذ حيقل، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. هذا الحرف من أين يخرج؟ قف. هذا من أقصى اللسان. مع ماذا؟ أقصى اللسان مع الحنك. مع ما فوق. مع الحنك الأعلى. مع فوق. نعم مع الحنك الأعلى. مع الحنك الأعلى. تمام. أستاذ مجد العاص، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لو قلنا هذا الحرف من أين يخرج؟ من الشفتين. من أين بالضبط؟ بالضبط من أين؟ من بطن الشفة السفلى مع رؤوس الثنايا العليا. مع طبعاً أطراف الثنايا العليا. تمام، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. أستاذ أبو عمار، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الحرف من أين يخرج؟ يا حرف جر. يا حرف جر. حرف الواو المتحرك من أين يخرج؟ من بين الشفتين. من الشفتين. تمام تمام، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب أستاذ رافع، أستاذ أزيري، السلام عليكم. أزيرو. أستاذ عبد الله، وعليكم السلام. ما اسمك شيخنا؟ ما اسمك شيخنا؟ نعم. ما اسمك؟ وزيد عبد الله. وزيد عبد الله يا شيخ. طيب الآن يا شيخنا لو قلنا اللهم صل على سيدنا محمد، لو قلنا حروف المد الثلاثة من أين تخرج؟ حروف المد
من أين تخرج حروف المد؟ حياك الله، أعيد السؤال. حروف المد من أين تخرج؟ المد. من أين تخرج؟ من أين تخرج؟ ما مخرج حروف المد؟ تخرج من أقصى الحرف. ركز، حروف المد من أين تخرج؟ تخرج من... طيب، حروف المد تخرج من الجوف، تمام؟ نعم، تخرج من الجوف. تمام، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب يا أحباب، أستاذ عبد الحفيظ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حرف الضاد من أين يخرج؟ الضاد من الأطراف. ماذا ماذا مرة أخرى؟ من الأطراف. الأضراس، طب يعني الأضراس ثابتة، ما ما يعني ما الجزء الذي يذهب إلى الأضراس من اللسان؟ ما أضراس هي؟ ما هي ما هو من الجزء من اللسان؟ يعني طرف. لا لا، طرف هنا. نعم، نقول عنها حافة اللسان. تمام، مع الأضراس. تمام، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب، لو قلنا يا أحباب، أستاذ رافع، السلام عليكم. طيب أستاذ رافع، لو قلنا مخرج حرف السين. طرف اللسان هنا. هنا الآن. قل إس يخرج معك مباشرة. قل إس. طرف اللسان والثنايا الثنايا السفلى. بين الثنايا العليا والثنايا السفلى. تمام، بارك الله فيك. طيب، لو قلنا أستاذ أحمد أبو حميدان، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. لو قلنا مخرج حرف الثاء. من طرف اللسان مع الثنايا العليا. الثنايا أصول ولا أطراف؟ أطراف. مع أطراف الثنايا، تمام، بارك الله فيك. طيب أستاذ عبد الرحمن المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو قلنا مخرج حرف التاء. طرف اللسان مع الحنك الأعلى. ركز ركز. التاء والطاء والتاء والدال من أين يخرجان؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. أصول الثنايا، ممتاز، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو قلنا الذال والثاء والظاء من أين يخرجان؟ الطرف اللسان مع الثنايا العليا. مع ماذا نطق من 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 الثنايا العليا؟ طرف اللسان. أصول الثنايا العليا أم أطراف الثنايا العليا؟ أطراف الثنايا العليا. من أطراف، مع أطراف الثنايا العليا. تمام، جزاك الله كل خير. أستاذ مراد، السلام عليكم. أستاذ مراد، السلام عليكم. وعليكم السلام. وين يا شيخنا؟ والله ما أريد يا شيخنا. الله المستعان. طيب، حرف الكاف شيخنا. اللي هو أقصى اللسان مع الحنك. تحت مخرج؟ تحت مخرج القاف. تحت مخرج القاف، جزاك الله كل خير شيخنا، بارك الله فيك. شفاك الله وعافاك. جزاك الله. طيب أستاذ خليل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخرج حرف العين. عين.
أقصى اللسان في غير إيش؟ أقصى اللسان ركز قل إع طيب وسط اللسان سوجي من وسط اللسان لا وسط اللسان هنا جيش وسط اللسان وسط الحلق من وسط الحلق تمام من وسط الحلق جزاك الله كل خير أستاذ علاء السلام عليكم عليكم السلام بس بدي استفسار تفضل شيخنا أقصى لسان القاف والكاف بعدين يجي الكاف الكاف أعلى ولا أسفل من القاف لا القاف آخر شيء القاف آخر شيء خلاص تمام أنا كيس سمة العكس تو حكيت معك لا القاف آخر شيء القاف آخر شيء تمام جزاك الله طيب يا أحباب هكذا واضح الأمور إن شاء الله بتكون واضحة إن شاء الله هكذا انتهينا من المخارج تمام يا أحباب طيب الآن يا أحباب لنرى يعني عندنا يا أحباب هذا سنأخذه في المحاضرة القادمة الآن يعني سنفتح مصحفا ونقرأ بعض يعني الصفحات من القرآن الكريم تمام يا أحباب بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد قليلا فقط يا أحباب وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا أستاذ محمد محي الدين السلام عليكم شيخ أكمل شيخنا ومن أظلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ارجع ونسي ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ركز الآن أن يفقهوه فيها إضغام يعني جئت بالإضغام لكن لم تأتي بالغنة وهنا في آذانهم في عندما عندنا مد منفصل مد منفصل أنا لم أبدأ أمشي لا 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 نحن نقرأ يعني بتوسط المنفصل الآن عندما نأخذ تصل طيب منفصل طيب أربع حركات تمام اقرأ إنا جعلنا على قلوبهم إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا ارجع من دونه موئلا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم القرى القرى الألف مفخمة ما تنفصل لا الألف مفخمة صحيح طيب
بدنا نقول وتلك القرى هكذا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. تمام، جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أستاذ عبد الرحمن المصري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذ قال موسى لفتاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. الآن بدنا نوضح اللي هو تفخيم الغين. حتى أبلغ غ غ أبلغ، تمام؟ نعم. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. تمام. فلما بلغ مجمع نفسه بلغ غ، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الآن التاء مفخمة أم مرققة؟ أي تاء؟ التاء فاتخذ. فاتخذ مرققة. يعني بدنا نجيبها مرققة. نعم. فاتخذ سبيله في البحر سربا. طيب. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الآن اللام مرققة، نقول لقد لا تمام؟ نعم. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الآن أن أذكره ما سمعتش أنا بالمرة. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. بدناش نحرك الذال. أن أذكره هكذا، أن أذكره، نرجع بالهاء للوراء تمام؟ نعم. أن أذكره مرة أخرى، ناش نسمع راه راه، الهام مرققة كمان، الهام مرققة، ناش نقول راه راه، بدنا راه راه، تمام واضحة؟ أن أذكره يعني مرققة أكثر، نريد ترقيق أكثر. أن أذكره نعم. أقل نريد أقل، الهاء مرققة. أن أذكره تمام. أن أذكره
تمام. ده تقول راه 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 وات تمام واتخذ راه 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 واتخذ واتخذ سبيله في البحر عجبا. طيب جزاك الله كل خير أستاذ عبد الرحمن، بارك الله فيك. طيب أستاذ سيد إبراهيم حسين، السلام عليكم. أستاذ سيد إبراهيم حسين، السلام عليكم. نعم شيخي. طيب يعني قليلا فقط قليلا، يعني أرجو أن تفعل المايك مرة أخرى، أرجو أن تفعل المايك مرة أخرى. أستاذ سيد إبراهيم حسين فعل المايك. تمام تمام نعم. تمام واضح. لا لا واضح يعني فعل. أسمعك أسمعك. أفعل المايك يرجع. لا 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 تمام من حاله. تمام تمام مفعل مفعل. نعم اقرأ الآن، اقرأ الآن فوجدا عبدا أو قال قال ذلك ما كنا نبغي. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قبل أن تبدأ أستاذ سيد، سيد إبراهيم حسين أرجو يعني من يعني من أراد أن يقرأ أن يفتح الكاميرا لكي يعني أرى كيفية القراءة. نعم تمام اقرأ تفضل. شيخي نعم أسمعك. عادي افتح الكاميرا لكن عندي مصحف اريد يعني على المصحف اقرا من المصحف بعد لن تراني. طب يعني اعمل اعمل جوال هكذا. تراني الان؟ نعم نعم اراك اراك تمام. نعم تفضل. نعم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. ركز الآن ركز 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 أستاذ سيد. طيب الآن أستاذ سيد يعني قال ذلك ما كنا كيف نقف على نبغي؟ كيف نقف على نبغي؟ النبغ أنا توقفت عليها لأن عندنا علامة وقوف جيم. نعم نقول نبغ نبغ تمام هكذا. نعم نعم شيخي. نعم أكمل أكمل فرط الداء. نبغ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. طيب أستاذ سيد الآن سيد أستاذ سيد الآن عبدا فيها قلقلة فوجد عبدا تمام. الباء فيها قلقلة وعندنا من عندنا فيها إخفاء. أعد الآية مرة أخرى. نعم نعم بسم الله الرحمن. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني. نعم على على بها مد بمصاب الأول قال على أن تعلمني مما علمت رشدا. أستاذ أستاذ نعم الآن
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أعدنا الأول. قال له موسى هل أتبعك على هل أتبعك هكذا؟ نعم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ طيب مما علمت رشدا؟ نعم. مما علمت رشدا؟ طيب. يعني من الأخطاء في حرف الشين قلبها إلى جيم رشدة، بدنا رش ما بنقول رج رشدة. نعم. أكمل. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ليس صبه صابه صابه، الباء مرققة. نعم. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ خبرا. قال ستجد خبرا. قال ستجدني شيخنا. نعم. خبرا. نعم خبرا. طيب نعم. شيخنا يعني أهم شيء في هذه الدورة، يعني شيخنا اسمع مني، أهم شيء في هذه الدورة ألا نخطئ لحونا جلية، يعني اللحن الجلي يعني مشكلة في واحد يعني يأخذ تأهيل سهل. تمام. يجب علينا أن نقرأ القرآن بإذن الله عز وجل من دون أخطاء. أكمل. قال ستجدني. نعم أكمل. نعم أكمل. قال آخر آية هذه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب الآن يا أحباب يعني أعيد آخر آية. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تمام. طيب يعني قبل أن نكمل عندنا أستاذ أحمد وحميدان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم شيخنا، لم تقرأ في المرات السابقة، اقرأ. نعم. قال فهل أتبعك؟ نعم. قال فإن اتبعتني. قال فإن اتبعتني. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الآن تسألني هذه فيا ولا ما فيا؟ أستاذ أحمد هنا فيا أم؟ لا، النون مكسورة فتصير النون مكسورة فتصبح ياء. طيب يعني ماذا نقول لها؟ ماذا ننطقها؟ تسألني عن شيء. ني يوجد ياء هنا. ني. لا نقول تسألني عن شيء. فلا تسألني عن شيء هكذا. نعم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. تمام. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. بلاش نقول خرقها، نقول خرقها هكذا. خرقها. ممتاز. خرقها. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. كم مرة؟ خرقها. خرقها.
خرقها. تمام. خطأ شيخنا. خرقها. خرقها. بالضبط. بالضبط هكذا. خرقها هكذا. خرقها. ممتاز جدا. خرقها. نعم. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الآن ما بدنا نكرر حرف الراء، بدنا يعني نضربه مرة واحدة فقط. الآن قبل قليل تكلمنا عن مخرج حرف الراء، لو تحت مخرج النون من لسة الأسنان، تمام؟ لأنه ساكن. ما بدنا نكرر، ما بدنا نقول تر 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 مرة واحدة بس نخبطه. ترهقني هكذا. ترهقني. ترهقني. يلا. ترهقني. نعم. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. تمام. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تمام، جزاك الله كل خير أستاذ أحمد، بارك الله فيك. طيب يا أحمد، الآن نكمل. أستاذ محمد محي الدين، السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. وعليكم السلام. قرأت شيخنا أم لا؟ قرأت. طيب جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أستاذ ماجد العاص، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. الألم ما بنقرأ تستطيع، بدنا نطلع التاء، يعني ننطق التاء تطلع الطاء لحالها. تستطيع معي صبرا. تمام، ممتاز. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. طب الآن قال إن سألتك، إخفاء السين كيف ننطقه؟ قال إن سألتك. ممتاز، أكمل. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. الذال فيها رخاوة. عذرا. تمام، أكمل. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا. ما بنقول جدار، نقول جدا لأن الدال مرققة. فوجدا فيها جدارا. مرة أخرى. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فخم الخاء. لاتخذت عليه أجرا. لاتخذت عليه. التاء مرققة، انتبه، التاء مرققة والخاء مفخمة. لاتخذت
عليه أجرا. ده جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. الله يجزيك الخير يا شيخ. طيب أستاذ عمر هاني، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل شيخنا، أكمل. شيخنا لدي سؤال يعني قبل أن أبدأ، هل يمكنني أن أقرأ بقصر المنفصل؟ يعني قصر المنفصل سنأخذه في نهاية الدورة، يعني لأجل الطلاب الآن سنقرأ بالتوسط في المنفصل، لأنني يعني معتاد على القراءة بالقصر. لا بأس لا بأس، يعني أخطئ وأعد مرة أخرى. تمام؟ نعم. طيب يلا توكل الله، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما بقول صبا صبا صبا، الباء مرققة. نعم. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ممتاز. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الآن طيب التاء أليس فيها صفة الهمس؟ نعم. طيب بدنا نقول فكانت لمساكين هكذا. لمساكين. فكانت لمساكين يعملون في البحر. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان. ركز ركز ركز. نعم. فخشينا إيش؟ فخشينا إيش؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أن إيش؟ أن يرهقهما. ركز الحركات. أن يرهقهما. ركز كم مرة. أن يرهق. صح. تمام. أن يرهقهما. يرهق ق. يرهقهما. هكذا يلا. فخشينا. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. تمام. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. تمام. أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ما في علامة وقف. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ. نعم أكمل شيخنا، أسمعك. شيخنا هل تسمعني؟ شيخنا عمر هاني محمد هل تسمعني؟ طيب يعني نقرأ آخر آية ثم يكمل أستاذ خليل. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشد. السلام عليكم. من أستاذ؟ أستاذ عمر؟ أستاذ عمر؟ يبدو أن الإنترنت يعني عند الأستاذ عمر ضعيف جدا. طيب نكمل الآية. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أستاذ خليل السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. إن مكنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ركز في يعني أخطاء بسيطة. الآن الأرض الهمز مرققة وشيء سببا الغن مرققة. تمام؟ عيدها من الأول. إنا مكنا له في الأرض في الأرض هيك صح. تمام. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. شيء سبب غلط. بدنا شيء سبب هكذا. شيء سبب أرض مفخمة. بدنا مرققة رقق الغنة. شيء سبب هكذا. شيء سبب. نعم أفضل من الأولى. يلا أكمل. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ أمين وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طيب شيخنا مرة أخرى الآن ركز معي يعني هذه مهمة جدا. الآن يا شيخنا أنت يعني يغلب عليك تفخيم الغنة. تمام. بنقول اسمع مني كويس. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تتخذ وبدنا نقول أنت. تمام. وبدنا نقول أنت. تمام. يلا بس ترقيق الغنة شيخ إشكالية عندي كيف؟ بدنا نرقق الغنة. نقول أنت. نقول في الأول بدنا نقول شيء إنسى. ما بنقول شيء إن. دفتح لك الكاميرا أنا. طيب بدنا نقول شيء إنسى. ما بنقول شيء إن. نقول شيء إنسى. إما أن تعذبه وإما أن تتخذ هكذا. يعني نفتح شفتين. ماذا؟ يكون الشفتين كذا نفتحن حسب الحرف.
طيب سيدي. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طيب حاجة ثانية، الآن الخاء مكسورة يعني تتخي ليس خي تفخيم نسبي، تمام؟ نقول وإما أن تتخذ وإما أن تتخذ، أنا سمع أن تتخذ، نسمع أن تتخذ مرقق على الآخر، رقق على الآخر، أنت أنت، ممتاز، بدنا زي هيك، أن تتخذ فيهم، فخمت شوية أن مرة أخرى تمام، أن تتخذ فيهم حسنا هذه أفضل وحدة تمام. من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إن الهمس في الكاف نكرا تمام. من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. جزاك الله كل خير أستاذ خليل، بارك الله فيك. طيب بعد ذلك أستاذ أبو عمار، السلام عليكم. أستاذ أبو عمار السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا تفضل. ثم أتبع سببا ما بدنا قلقلة في التاء، بدنا همس بس، أتبع هكذا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. طيب الجيم فيها قلقلة، لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ما بدنا نقول وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا. ما بدنا نقول أتى نقول أتبع مكانها ساكنة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على الآن شيخنا في الأرض فهل نجعل نعم في الأه في الأه ما في ما ما بنقول في الأه في الأه أيوان فهل نجعل لك خرجا نجعل لك هذه في رواية يعني السوسي يقرأ هكذا
نجعل لك نجعل لو نجعل لو نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. طيب يا أستاذ خليل، السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. قرأت سيدي؟ قرأت؟ نعم سيدي. لا أقصد أستاذ خليل يعني بالنور، أقصد أستاذ خليل زياد خلف. السلام عليكم. طيب أستاذ عبد الحفيظ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. الآن بدنا نقول له را 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 مفخمة، ما نقول را، ربي ربي. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. القلقل ردما ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا. الآن الغين هذا تفخيم نسبي، أفرغ رغ ليس أفرغ رغ، هكذا أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب أستاذ عبد الحفيظ، السلام عليكم. طيب أستاذ حسن عمر، السلام عليكم. أستاذ حسن عمر، السلام عليكم. أستاذ طارق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اقرأ. قال هذا رحمة من ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. ما بدنا نقول جعله، نقول جعله. جعله دكا. جعله هكذا. لا نعم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. ركز معي، اسمع. جعله 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 دكا. جعله له له جعله. نعم له. جعله هكذا. جعله. طيب أكمل. جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم لا نقلقل الكلام. نعم.
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفر. أنا أقول بعض نعم أنا كذا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعض ونفر بعض هكذا في بعض نعم. ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 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 تمام. وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا تمام. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قل يستطيعون وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي خي الخاء مكسورة يتخي أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. لأن واو هنا يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. جزاك الله كل خير بارك الله فيك وإياكم. طيب أستاذ خليل زياد السلام عليكم. أستاذ خليل زياد السلام عليكم. طيب أستاذ حسن عمر السلام عليكم. أستاذ علاء النخالي السلام عليكم. أستاذ علاء السلام عليكم. أحبابنا الصوت واضح أم لا؟ صوت واضح شيخنا. طيب أستاذ علاء السلام عليكم. طيب أستاذ محمود مصري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ شيخنا، يعني سيكون أستاذ محمود سيقرأ وبعده أستاذ فاندي ويعني ننتهي لأنه لم يتبقى في البطارية إلا القليل. تفضل أستاذ محمود قل هل ننبئكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. في أن علامة توقف هنا؟ لا ما في. طيب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم. ليش يقول كفروا هكذا؟
أولئك الذين كفروا بآيات كفروا رو 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 كفروا نعم كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. جزاك الله كل خير أستاذ محمود المصري، بارك الله فيك. طيب عندنا أستاذ فاندي، السلام عليكم. بسرعة أستاذ فاندي. وعليكم السلام. اقرأ. إن الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب جزاك الله كل خير أستاذ فاندي. الآن آخر سؤال لأستاذ أحمد أبو حميدان قبل أن نختم، تفضل أستاذ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قلت شيخنا باختصار الحديث تبع الرسول عليه الصلاة والسلام أن القارئ القرآن الذي يتتعتع في القرآن له أجران والماهر مع الكرام البررة. تمام. هلأ أنا فهمته استوحيته من هذا الحديث أنه اللي بيتعلم راح يأخذ أجر على التعتعة. تمام. يأخذ أجر على القراءة. تمام. القراءة الصحيحة يعني لو قرأ مثلا 10 كلمات. تمام. الكلمات الصحيحة والحروف الصحيحة أخذ لها أجر. تمام. طيب والماهر ماهر له أجر كبير إن شاء الله. أما القارئ اللي هو أصلا مش ناوي يتعلم، يعني مثلا هو بقرأ على الفطرة بالتشكيل وكذا وإلى آخره وخلاص، هذا يأثم لأن تعلم القرآن فرض عين على كل قارئ ولو كان آية من القرآن. هو بدوش يتعلم، طب هو فرض عليه، بنفع قوعة بدوش يصلي؟ لا. هذا فرض عليه ورتل القرآن تبديلا. يعني مش بكيف يعني مش انه يعني راح ياخذ أجر. لا ممكن ياخذ أجر على الذي يقرأه، الذي يقرأه تمام صحيح، لكنه يأثم على الذي يخطئ به. لا. لأنه لم يتعلم، احنا بنقول الذي يتتعتع لأنه يريد التعلم. نعم نعم إن شاء الله. والله أعلم. الله فيك. الله أعلم. طيب الآن أحبابنا يعني نختم محاضرتنا لهذا اليوم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.